السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الحجاج، الآن ستبدأ حملة تزيير الحجاج ببعض مناسك الحج، ومنها الذهاب إلى منى يوم التروية. لهيقول لك المرشد اللي معك في عناء في مشقة، وهي سنة. قل له السنة تطبق لا تترك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إذا أخذوا عني مناسككم، قال هذا الكلام لنطبق السنة كلها. ما جاء الصحابة عند النبي عليه الصلاة والتسليم قالوا له: إيش السنة حتى نتركه، وإيش الواجب حتى نطبقه؟ أبدا إخواني. لما كان موضوع تكرار العمرة، كل يوم تذهبوا تكرروا العمرة، كل يوم لك المرشد روح ساوي عمرة ثانية وثالثة ورابعة، ما عندك مشكلة. ولما بدأنا الآن بمناسك الحاج قال لك هي سنة ما فيها مشكلة، خلاص اتركها. إياكم إخواني، بارك الله فيكم، إياكم أن تكونوا كبش فداء. طبقوا هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. توجهوا إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، قبيل زوال الشمس، بعد الضحى اطلعوا على منى، صلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا دون جمع، قصرا دون جمع، وتصلون الفجر ثم تتوجهون إلى عرفات. تمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وحج كما حج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أنت يا حاج هتحج في عمرك الله أعلم مرة واحدة، لن تتكرر والله أعلم، فإياك أن تفوت على نفسك سنة واحدة. نعم، بارك الله فيكم. يوم التروية نذهبوا إلى منى، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.